حفظكم الله فضيلة الشيخ، بعض الناس على أساس فضيلة الشيخ أنه يأتي إلى المسجد ويجلس في آخر الصف، وإذا أقام الإمام جاء يركض و... لا بأس إذا كان موجودا في المسجد. نعم وجاء المسجد فلا بأس أن يجعل في مكانه شيء يحفظه له، ويتأخر ليجلس في مكان لأجل الذكر أو تلاوة القرآن أو التوسع فيه ما دام أنه موجود في المسجد. وإن كان الأولى أن يبقى في مكان، لكن يجوز له أن يتأخر أو يتقدم ويكون مكانه محفوظا له، لا بأس بذلك. لا بأس. أما إن كان يحجز المكان ويخرج لبيته ويشتغل بأمور دنياه وبعدين يجي ويطرد الناس عن هذا المكان، هذا لا يجوز، وهذا ظلم واغتصاب لهذه البقعة. نعم.